اجتماع مهم جدا جدا في مجلس النواب بيتكلم عن ما جرى في محطة باب الحديد، في محطة رمسيس أو محطة مصر. ده كان لجنة النقل بمجلس النواب، وهناك مطالب بتشكيل لجنة لتقصي حقائق حول تسريب فيديوهات للجزيرة وتحذيرات من اختراق الإخوان لهيئة السكة الحديد. ده أول نقطة. النهاردة في الاجتماع كان فيه حالة غضب شديد بين النواب، بيتكلموا على الحادثة، أن هناك إهمالا وأن هناك تواطؤا ربما، وأن هناك اختراق من جماعة الإخوان ومن أعضائها داخل هيئة سكة الحديد، وبيدللوا على ذلك كيف وصل الفيديو لقناة الجزيرة وكيف تم تفريغه ومن الذي قام، وقصة كبيرة جدا أعتقد أنه هتفتح أبواب كثيرة خلال المرحلة القادمة. نائب وزير النقل تحدث وقال نحتاج إلى تشريع يعاقب العمال المقصرين بالطرد من الوظيفة. ما أنا عندي مشاكل في القوانين، لو في أخطأ أحد العمال أو تجاوز أو أهمل أو كان على علاقة بجماعة إرهابية، ربما رئيسه في العمل لا يستطيع أن هو يفصله أو يرفضه أو ينهي خدماته. فنائب وزير الزراعة، نائب وزير النقل، قال أنه يجب أن يكون هناك تعديل تشريعي ليمكننا من الإدارة ويمكن المدير من أن هو يدير. نائب وزير النقل برضو قال الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا بتطوير هيئة سكة الحديد ودائما ما يطمئن عن خطتها. معي على الهاتف الدكتور عمرو شعث نائب وزير النقل. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. يعني أطلعنا على بعض ما جرى النهاردة في اللجنة وخلاصة المخرجات وكيف يمكن أن نبدأ في عملية إصلاح حقيقية على الأرض. والله يا فندم احنا النهاردة يعني ده تاني اجتماع لينا مع لجنة النقل بمجلس النواب، والاجتماع الأولاني الحقيقة كان تاني يوم فور وقوع الحادث، يعني الحادث كان الأليم كان يوم الأربعاء، واللجنة جات لنا هيئة سكك حديد مصر يوم الخميس وأنا كنت موجود معاهم، والنهاردة احنا رحنا لمجلس النواب بنكمل بقية الجلسة والاستفسارات والملابسات الحادث وكيفية التعامل معاها وكيفية محاولة عدم تكرارها. مناقشات طويلة، يعني أنا ما أقولش حضرتك يعني الجلسة بتاعت النهاردة قعدنا حوالي 6 ساعات، يعني وفي لسه جلسات تانية وثالثة ورابعة علشان نصل إلى حلول إن شاء الله. لكن أنا بس عايز أقول كلمة اللي حضرتك بتقول عليها بتاعة اهتمام القيادة السياسية والرئيس السيسي شخصيا بالسكة الحديد وإصلاحها. أنا يعني هقول لحضرتك على يعني حاجتين أو 3 نقط صغيرين جدا. النقطة الأولانية ان كان عندنا معرض الاي سي تي دوت فيه جميع وزارات الحكوميه بتعرض يعني نشاطاتها وكده، وتشرفنا المعرض بافتتاح السيد رئيس الجمهوريه. كان في جناح لوزاره النقل هناك، الجناح دوت فيه كل الهيئات اللي في الوزاره، هيئه هيئات النقل المواني وهيئه مترو الانفاق وهيئه السكه الحديد وهيئه الطرق والكباري. سيادة الرئيس لما جه عندنا في جناح وزارة النقل لم يتوقف عند أي جناح سوى جناح سكة الحديد. ده حضرتك تفسره بإيه؟ ده دلالته إيه؟ ده لما يروح لرئيس هيئة السكة الحديد فقط دونا عن رؤساء الهيئات اللي واقفين كلهم ويسأله بالاسم، عارف اسمه، يقول له يا باشمهندس أشرف الأخبار مشروعات التطوير اللي احنا بدأناها إيه؟ وهنقدر نخلص في 2020 ولا لأ؟ وإيه المعوقات اللي عندكم؟ ويسأل الأسئلة ديت وياخد إجابتها ويغادر جناح وزارة النقل. يعني لم يتوقف في جناح وزارة النقل إلا عند جناح هيئة سكك حديد مصر. ده رقم واحد. رقم اثنين، أنا عايز أقول لحضرتك يعني أنا في يعني شرفت بالعمل نائب لوزير النقل بقالي سنتين مع الدكتور هشام عرفات، سنتين بالظبط من فبراير 2017 إلى فبراير الحادثة اللي حصلت في فبراير 2019. سيادة الرئيس قابل رئيس هيئة سكك حديد مصر ورئيس الهيئة القومية للأنفاق اللي هي بشكل أو بآخر معنية برضو بالقطارات ومترو الأنفاق وسكك الحديد. ده معناه إيه؟ ده أنا ما أعتقدش إن حصل إن رئيس جمهورية يقعد في اجتماع مع رئيس السكة الحديد عشان يسمع مشاكله ويحلله المشاكل اللي بيقول عليها ويقعد مع رئيس الهيئة القومية للأنفاق.
ايه معنى ان رئيس رؤساء الحكومه، احنا تعاملنا مع اثنين رؤساء حكومه، المهندس شريف اسماعيل والدكتور مصطفى مدبولي. المهندس شريف اسماعيل قعد مع رئيس السكه الحديد ونواب رئيس السكه الحديد ووزير النقل، وانا شرفت بالثلاث اجتماعات مع رئيس السكه الحديد. دكتور مصطفى مدبولي من 4 إلى 5 اجتماعات. يعني هل ده معناه ان الحكومه مش مهتمه بالسكه الحديد؟ لما يكون في خلال السنتين اللي فاتوا 7 اجتماعات بين رئيس السكه الحديد ورئيس الحكومه واجتماعين مع رئيس الجمهوريه، يبقى نقول ان الدوله مش مهتمه بالسكه الحديد؟ الدوله يا فندم مدركه تماما اهميه هذا المرفق، ومدركه تماما حجم المعاناه والمشاكل اللي بيعانيها المرفق من قديم الازل، وبتبذل كل المجهود لاصلاح هذا المرفق. دكتور عمرو شعت نائب وزير النقل، بشكرك جدا على هذه المعلومات.